السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في جولة. المعروف أن الطريقة الأشهر للدراسة وتثبيت المعلومة هو تدوينها، وطبعا الطريقة المثلى لتدوين أي معلومة منذ القدم وحتى هاي اللحظة هي استخدام الأقلام بمختلف أنواعها وأشكالها. ورغم كل التطور التكنولوجي اللي وصلته البشرية فيما يتعلق بمجال الكتابة، إلا أنه ما بنقدر نستغني عن القلم. لهيك في حلقتنا لليوم راح نروح بجولة في داخل مصانع الأقلام بأنواعها وكل شيء متعلق فيها من طريقة صناعة الممحاة وكذلك الشنطة المدرسية، وراح نشاهد كيف بتم صناعة أكبر قلم رصاص في العالم. لكن قبل لا نبلش لا تنسوا لايك للفيديو، تشتركوا بقناتي سامي مجتهى تيوب. طرق الكتابة قديما كانت تتم بفكرة شبيهة بالقلم مثل الريشة اللي بتم غمسها بالحبر حتى تم تطويرها لتصير الأقلام اللي حاليا بنستخدمها وأشهرها أقلام الحبر والرصاص. وكتير منكم بتسأل كيف بتم صناعتها، خلونا نبدأ في البداية مع مصانع أقلام الحبر. قلم الحبر الجاف أداة كتابة تتكون من خرطوشة تحتوي على سائل كثيف ولزج ومتوفر بعدة ألوان. تنتهي الخرطوشة برأس مدبب يحتوي على كرة صغيرة جداً تتصل مع السائل اللزج، وعند تحريكها على الورق يسيل الحبر بكمية محددة تاركاً أثره على الورق ويجف بسرعة. يعتمد القلم في طريقة كتابته على الجاذبية الأرضية لينجذب الحبر إلى الورق، لذلك لن تستطيع الكتابة والقلم للأعلى. يكون قطر الكرة عادة 0.7 ملي أو 1 ملي، وعلى ذلك تعتمد ثخانة أو عرض الخط. هناك أنواع عديدة من أقلام الحبر الجاف، منها رخيصة الثمن لذا تراها منتشرة الاستعمال، ومنها الثمين حيث يكون غلافها الخارجي من المواد الغالية كالعاج أو الذهب أو الفضة، وقد تكون مرصعة بالأحجار الكريمة كالماس أو الزاركون، ومثل هذه الأقلام يقتنيها الأثرياء. طبعاً بالمدرسة ما بننسى أول فترة بحياتنا وقت كنا نستخدم أقلام الرصاص، واللي متابع قناتنا راح يتذكر الفيديو اللي حكينا فيه عن صناعة أقلام الرصاص. أما لو بدنا نتكلم عن غرائب وعجائب إلها علاقة بأقلام الرصاص، خلونا نشاهد هذا الفيديو اللي بيحكي عن صناعة أكبر قلم رصاص في العالم. يتم الآن صناعة أكبر قلم رصاص في العالم، وتم ذلك من قبل مجموعة من الأصدقاء الموهوبين. يبلغ طول هذا القلم أكثر من 76 قدماً، ويزن 18,000 رطلاً، ويمثل حجم 190,000 قلم رصاص عادي، ويحتوي على 4,000 رطل من الجرافيت الحقيقي. تم حمل هذا القلم بواسطة شاحنة كبيرة، وتم نقله إلى متحفة مدينة سانت لويس، وسيتم تضمينه في معرضه الدائم للأشياء غير العادية. أما إذا عندنا معلومة معينة ومهمة ضمن معلومات كتيرة وحسينا بتوهان أثناء الكتابة، فأكيد رح نستخدم أقلام التحديد الشهيرة لنصل لها بسهولة، وطريقة صناعتها رح نعرفها بالفيديو القادم. اللون الأصفر هو اللون الأكثر شيوعاً في التحديد لأنه أكثر لون ساطع وشفاف. ما يميزها عن أقلام الحبر الأخرى إمكانية استعمالها على أسطح غير ورقية مثل الكرتون والخشب واللدائن والأجسام الخشنة والناعمة والملساء كالزجاج. تستخدم هذه الأقلام عادة للتحديد وخصوصاً للطلاب، وتكون ألوانه براقة كالفسفور والسماوي اللامع. يتم الآن صناعة الجزء الخارجي من القلم من خلال كريات تحمل ألواناً مختلفة، حيث يتم تذويبها على درجة حرارة 216 درجة مئوية. يتكون القلم من أنبوب بلاستيكي أو معدني يحتوي على قطعة لباد مشبعة بحبر خاص، تنتهي هذه القطعة من طرفها الظاهر برأس من الفايبر مسامي مكبوس وبأشكال مختلفة حسب الغرض المطلوب استخدامه فيه. إدخال الحبر إلى قلم التعليم ليس سهلاً مثل ما يبدو. يحرص جهاز الاستشعار على وضع الأقلام بالاتجاه الصحيح، ثم تقوم إبرتان رفيعتان بحقن 4 جرامات من الحبر الأصفر في كل فلتر.
هذه هي الكمية المثالية لملء الفلاتر بالكامل. تكاد أقلام التعليم هذه أن تمتلئ وتصبح جاهزة. يحوي رأس القلم أوردة رفيعة تجذب الحبر السائل من الفلتر إلى رأس القلم. تبقي الأوردة ذاتها الحبر في رأس القلم إلى أن يتم ضغط طرف القلم على الصفحة لئلا يتسرب الحبر من قلم التعليم. والآن مع الاختراع اللي سمح لنا نصحح أخطائنا الخاصة بالكتابة بكل سهولة، وخاصة في مراحل دراستنا الأولى، الممحاة أو المساحة هي أداة مكتبية مصنوعة من المطاط تستخدم في مسح ومحي ما هو مكتوب. هناك محايات خاصة لمحي الحبر السائل أو الحبر الجاف، وهناك ممحاة مخصصة لقلم الرصاص فقط. ولتعرفوا طريقة صناعتها خلونا نشاهد هذا الفيديو. الممحاة هي أفضل صديق للطالب، وسواء التصقت بأعلى قلم الرصاص أو استخدمت كما هي، فإن الممحاة هي فقط التي تزيل أي خطأ وبسرعة. هناك مكونات عديدة تدخل في صناعة الممحاة. أولاً، توضع كمية من المطاط في مطحنة ويمر باستمرار بين بكرات كبيرة ساخنة، ثم يضاف الزيت المعالج بالكبريت كما يضاف الزيت النباتي العادي، ثم كربونات الكالسيوم كحشوة. حين يصبح اللون والسمك ملائمين، يخرج العمال المطاط الذي أصبح ساخناً ولينًا نتيجة عملية الطحن هذه، فيترك ليقسو ويبرد. حين يجهز المطاط، يقطع وفقًا لسمك الممحاة التي طلبها الزبون. توضع المربعات في مكبس يعمل بالبخار لتنضج لمدة 20 دقيقة، وبمعدل حرارة تصل إلى 163 درجة مئوية. ثم يتم قص الأطراف الناتئة، وتغمر مربعات المطاط الساخن في الماء البارد لإيقاف عملية المعالجة. الممحاة الزرقاء تحتوي على مادة تتكون من ذرات الزجاج الخفيف الذي يمنحها القدرة على محو الحبر. يتم الآن قطع الممحاة أوتوماتيكياً إلى قطع بحجم الممحاة. بعدها ترمى القطع في برميل كبير، وتضاف لها مادة معينة لمنع التصاق القطع ببعضها البعض. حقيبة الظهر هي كيس من القماش يحمل على ظهر الإنسان مع زوج من الأحزمة على الكتفين، وفي بعض الأنواع خفيفة الوزن يوجد حزام واحد يوضع على الكتف الأيمن أو الأيسر، وتستعمل حقيبة الظهر من قبل مشاة الجيش أو طلاب المدارس أو الكشافة أو حتى الصيادين. فكيف يتم صناعة هذه الحقائب في داخل المصانع؟ تبدأ العملية بفرد قوالب القماش الكبيرة على سطح أملس ليتم قصه حسب الشكل المطلوب والموديل الخاص بالشنطة استناداً إلى تصاميم معينة، وكل ذلك يتم في غرفة القطع. بعد تقطيع القطع الكبيرة من القماش، الآن عملية التقطيع لقطع أصغر لتلائم تصميم الشنطة. الآن يتم حياكة القطع معاً، ثم يتم لاحقاً إضافة السوستة. هنا نرى أحزمة الظهر التي يتم خياطتها جنباً إلى جنب، مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة والدقة في إنتاج العمل المطلوب. يتم الآن تخييط البطانة مع القالب الخارجي للشنطة، ويتم أيضاً ربط الأشرطة الخلفية، وأخيراً إضافة مقبض الحقيبة. تزال الزوائد من الشنطة مثل الخيوط وغيرها يدوياً. الآن لدينا حقيبة ذات مظهر رائع ومبتكر، ويتم إضافة شعار الشركة أو إضافة بعض الصور والشعارات عليها من خلال طباعتها. وبهيك أصدقائي بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا معنا، اكتبوا لنا في التعليقات شو نوع القلم المفضل للكتابة بالنسبة لكم. في ختام الفيديو لا تنسوا تدعمونا بلايك، تشتركوا بقناتي سامي مجتهد يوتيوب، وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء.